أوبك بلس تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت، لا ندخل في جوانب سياسية ولا ندخل في جوانب التحالفات، ولا عندنا نية مستقبلا إن ننتقل لأي نقلة نوعية إن كانت إلا منظور السوق ومنظور الجانب الاقتصادي. خير دليل على ذلك ما قامت به المجموعة في اجتماع أكتوبر 5 أكتوبر، مع كل هذه الضغوط اللي ابتدت من شهر أغسطس. ودي للمتابعين يراجعون تصريح سويته أنا 23 أغسطس، أؤكد فيه على بعض الأمور الأساسية في عمل أوبك بلس، وأؤكد فيه أنه المنظومة سوف تستمر في أداء عملها وفقاً لمنظورها الاقتصادي فقط، وما قامت به وسوف تقوم به في عملية إعادة استقرار الأسواق أخذاً بالاعتبار المعطيات الآنية وما هو متصور من قبل أوبك بلس. ما حدث في سبتمبر وبداية أكتوبر وكذا هو عملية منظورين مختلفين، منظور يسيطر عليه الجانب السياسي إلى حد ما، وأيضا الإفراط في عملية كما سبق في السابق. يعني أنا أذكر الجميع كان في بداية الأزمة الأوكرانية كان في من يقول أنه روسيا انخفاض إنتاج روسيا سيكون حوالي 3 مليون، أين 3 مليون؟ ما هي موجودة اليوم. 3 مليون تنتج. في من يقول في سبتمبر أنه طلب لا هذا قرار خاطئ و و و و وين إحنا الآن؟ من هو المخطئ؟ إحنا في أوبك بلس أو غيرنا؟ كل هذه الأمور جت تعزز من موثوقية القرار في أوبك بلس. يعني الآن أخرتها قبل أمس في مقال في فاينانشال تايمز، سألت أبو فيصل وبعض الأخوان، ودي الجميع يطلع عليه. الفاينانشال تايمز صارت تقول أوبك واز شرود أورجانيزيشن اتخاذ القرار. نفس الفاينانشال تايمز أو الوول ستريت أو بعض راجعوا وش كانوا كتبوا في سبتمبر وش كتبوا في أكتوبر وراجعوا الآن وش يكتبون. هذا لا يغير في عملية تركيزنا على الجانب الاقتصادي، وبالتالي إذا أخذنا هذا في الاعتبار وأخذنا أيضا بكل ما تعرضت له المنظمة والمجموعة من ضغوط في خلال الربع الأخير، هذا هو مدعاة أنه أيضا لا يظن في أوبك بلس أنها ستغير توجهاتها وطريقة أدائها وعملها وحرصها المستقبلي خلال السنة القادمة على المحافظة على السوق. ومن جانبه قال أيضا خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي أن الاستثمار الأجنبي المستهدف يمثل أقل من 20% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بحلول 2030. نسبة الاستثمار الوطني الغير أجنبي في من التريليونين اللي بتتحقق إن شاء الله في 2030 والمستهدفة هي 1,700,000,000,000. فالاستثمار الأجنبي المستهدف هو أقل من 20% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بمعنى أن كل دولار أو كل ريال نستقطب نحتاج 4 دولارات أو ريالات من استثمارات وطنية. كثير من ما أشرت له من اتفاقيات أعلنت وهي بالفعل بعشرات المليارات هي استثمارات بين أقطاب القطاع الخاص السعودي، سواء شركات، وقبلنا كان أخي وزميلي أحمد السبيع يتكلم باسم شركة النقل البحري، معانا أيضا في الحضور كثير من أقطاب الاقتصاد السعودي، هم الأطراف اللي توقع غالبا أن الاتفاقيات اللي تسمعون عنها هي بين شركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي. اللي تم قبل يومين هنا في الرياض في خلال القمة الصينية ما هو إلا جزء من سلسلة بدأت بعد تأسيس وزارة الاستثمار، بل قبلها أيام ساقية،
وهو البحث عن الفرص وتطوير الفرص الاستثمارية. هذه أحد المحاور الرئيسية التي لم تحدث في السابق، أن في جهة حكومية تجمع كل ما لدى ملاك الفرص، إن كانت وزارات حكومية، إن كانت هيئات حكومية، إن كانت شركات القطاع الخاص وعندهم أفكار، ونقوم بتطوير هذه الفرص وبلورتها والقيام ببعض دراسات ما قبل الجدوى أو الجدوى المبدئية pre-feasibility study، ووضعها على منصات استثمارية مثل استثمر في السعودية، مثل ما يقوم فيه مركز التخصيص أيضا في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والتخصيص. نحن نقوم بعمل موازي بالفرص اللي ما يطلق عليها greenfield، نضعها أمام المستثمرين، وبعدين نقوم بإتاحة الفرصة للتشارك بين القطاع الخاص السعودي والأجنبي. فبس ما تم في الصين، تم قبل ذلك في كوريا قبل أسبوعين خلال الزيارة، تم في اليونان، تم في فرنسا خلال زيارة سمو سيدي لفرنسا، وخلال منتديات ليست مرتبطة بزيارات قادة الدول أو القيادة. وأيضا خلال ملتقى الميزانية، أوضح عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشاريع قيد التنفيذ في الوزارة حاليا تصل قيمتها إلى 90 مليار ريال، مع تنفيذ الوزارة العام الحالي مشاريع بقيمة 40 مليار ريال. عندنا اليوم أكثر من مشاريع تحت التنفيذ ب 90 مليار ريال سعودي. قبل هذا احنا دشنا هذا العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية مشاريع أقبلت ودخلت الخدمة بحدود 40 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك عندنا احنا مشاريع أقرت وميزانيتها مش موجودة ب 145 مليار ريال سعودي. نتحدث عن حجم استثمارات كبير جدا. اليوم احنا عندنا تقريبا حدود 12 مليون متر مكعب في الشبكات، 65% منها يأتي من مياه التحلية. على 2030 سيزداد الطلب إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، سيكون 90% منها من مياه التحلية. سؤالك تحديدا على المؤسسة العامة للتحلية، أنا أعتقد هذه المؤسسة قامت بالكثير. على سبيل المثال كان إنتاجنا من المياه في 2015 لا يتجاوز 5 مليون أو 5.5 مليون متر مكعب من المياه. اليوم احنا عندنا حدود 9.4، والعام القادم سيزداد الى حدود 11 مليون متر مكعب للمياه. اعتقد انجز الكثير، وايضا اعرف انه هو بقي الكثير لكي ينجز، ولكن نحن على الطريق الصحيح ان شاء الله، ان نفي بالتزام وايصال خدمات المياه وخدماتها للمواطنين في المملكه العربيه السعوديه والارتقاء بتلك الخدمات.